تخطو إيران والصين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، فبعد سنوات من المحادثات والنقاشات يضع الطرفان النقاط على الحروف في إطار وثيقة تعاون استراتيجية في كافة المجالات. يصف الطرفان هذه الوثيقة بخارطة الطريق لمستقبل العلاقات الثنائية، فبنودها تشمل التعاون تجاريا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا. لدى إيران إمكانات متنوعة في الداخل، ولديها أسواق واسعة وموقع جغرافي إقليمي مهم يمكنها من التعاون مع الصين في جميع المجالات. إننا نعمل على قدراتنا المحلية لإفشال العقوبات الأمريكية، ولا نرفض تعاون الأصدقاء معنا في هذا المجال. صحيح أن التعاون الاقتصادي يشكل عمود الأساس في هذه المعاهدة، إلا أنها حسب مراقبين تعتبر تحديا سياسيا لخصوم البلدين المشتركين، وهي تفتح الباب على نوع جديد من المواجهة ضد المعسكر الأوروبي الأمريكي. الظروف السياسية والدولية الحالية والضغوط الأوروبية والأمريكية دفعت الصين إلى أن تكون لديها رغبة أكثر من السابق للشراكة مع إيران، فعندما تفرض أمريكا ضغوطها على أي بلدين من الطبيعي أن يزيد هذان البلدان تعاونهما وتبادلاتهما الاقتصادية. يدرك الطرفان التحديات والمخاطر التي تنتظر تطبيق هذه الاتفاقية، وعليه يؤكد الجانبان على ضرورة تقوية روابطهما على كافة الصعد. تشهد العلاقات الإيرانية الصينية انعطافا تاريخيا مهما، هو انعطاف ترسمه طهران وبكين وفق رؤية استراتيجية مشتركة بعيدة المدى. فحدث اليوم تعتبره طهران إنجازا بإمكانها ودول المنطقة التوصل إلى مثله في جميع المجالات. مالك عابد، طهران، الميادين.